فاطمة محمد بتقول: يا دكتور أنا بهرش في جسمي كله بشكل فظيع، بحس إني عايزة أقطع جلدي، مش عارفة دي حساسية ولا إيه، ولا ده من البرد، آخد علاج إيه؟ طيب، هي المفروض برضو كنا نعرف هل الهرش ده بيزيد بالليل ولا لا، لان لو بالليل بس وبيزيد قوي بالليل ممكن بيحتمل حاجات كتير زي ميكروب السكيبس اللي بيبقى يصيب الناس. بس ان جنرال يعني احنا هنقول لو عايزه حاجه للحكه، للاحساس بالحكه، وخاصه في البرد، كده كده احنا بنقول انك تاخد حاجه للحساسيه. فممكن اتراكس من افضل الحاجات على الاطلاق، حبايه قبل النوم، هو يمكن ناقص شويه في زيه حاجه او قريبه منه، ايفاستين اقراص او تلفاست 120 حبايه كل يوم قبل النوم. وتاخدي برضو حاجه، نفترض ان الحكه دي من البرد، برضو تاخدي حاجه من منشطات الدوره الدمويه اللي بتوصل الدم للاطراف زي تيبونينا فورتا او تيبو فورتينا 40 حبايه مرتين يوم.